فلان فضحنا، كشفنا نجاحه، أثر علينا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. نجاحك، تفوقك، تميزك، أعطائك، ثمرة وجودك في الحياة لها صدى، لها رنين، لها ارتدادات، موجات ارتدادية في التأثير على محيطك القريب والبعيد. وهذا ينقسم إلى قسمين، قسم إيجابي وقسم سلبي. القسم الإيجابي هو أن هناك فئة ستجعل منك نموذج مقارن للاقتداء، للسير على خطواتك، وقد يكون في المستقبل التفوق عليك، وهذا ما في أي إشكال طبعا، خصوصا من أبنائك، من مريدينك، من زملائك وأصدقائك. نجاح من حولك عموما هو نجاح لك، تقدمك كنموذج مقارن لمحبينك هذا يعزز البيئة النظيفة النقية المحيطة بك. في الجانب الآخر هناك أشخاص سيتضررون منك وانت ما سويت شيء، يعني ما أثرت في، ما استهدفت أحد، ما ضريت أحد، ما اعتديت على أحد، لكن هذا النجاح أيضا أعطى مقياس معياري. هذا المقياس المعياري يخرج لدى أصحاب القلوب المريضة بالصورة التالية: فلان فضحنا، كشفنا نجاحه، أثر علينا. هذه المخاطبات النفسية الشيطانية تخرج مجموعة قليلة جدا، هذه المجموعة لا تحملها فوق راسك، لا تشيلها على ظهرك، لا تسحبها معك، دعها، لأن نجاحك مما لا شك في أنه راح يكون ضرر على أطراف أخرى، بمعنى أن له آثار جانبية، هذه الآثار الجانبية لست أنت سببا فيها، هم قرروا أنهم يتضايقون، هم قرروا أنهم يعصون الله عز وجل فيك، سواء قلبيا أو عمليا، يعني خطوتين برضو. أحيانا من الناس من يتضايق من نجاح الآخرين في قلبه ويسكت، هناك لا، من يعلن الحرب على الناجحين. طيب أنت كيف تتصرف؟ التصرف كما هو مذكور في هذا البيت، احفظ هذا البيت، هذا البيت مهم جدا لك ولأمثالك من الناجحين: وما على العنبر الفواح من حرج، أما من شمه الزبال والجهل. السلام عليكم. مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل تيوب.